صوفي؟ اه طبعا اكيد. الطريقه الصوفيه من ايام سيدنا رسول الله كلها موجوده، وبتتبع بقى مسلسله باسيادنا كلهم الاقطاب. عندي بقى الطريقه الشاذوليه الرفاعيه، عندي الدسوقية، الخلواتية، البرهانية، العشيرة المحمدية، كثيرة جدا الطرق. مناهج موجودة، طريقة رفاعية وطريقة نقشبندية وكذا طريقة. كله بيصب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفارق بين كل من ينتسب إلى طريقة وأخرى الورد. فكر الصوفي دي إنها دي ناس أهل تصوف، مش أهل تسول لمؤاخذة زي ما أنتم شايفين، لا دي ناس أهل تصوف، أهل نقاء، أهل ارتقاء. الأحوال مع الله اختص واستقل به علم التصوف. ما الطريقة الرفاعية؟ الطريقة الشاذولية بفضل الله. حمودية شاذولية، نظرة ومدد. الطريقة الرفاعية تنتسب لسيد أحمد الرفاعي من أهل العراق، وموجودة بقالها حوالي 500 سنة. كل اهل البيت بحب ازورهم. مثلا ده بيحب مثلا ايه السيد احمد البلوي، ده بيحب السيد ابراهيم الدسوقي، ده بيحب الرفاعي، السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها، السيد ابو الحسن الشاذلي. شفت منها اجزاء؟ لا، الاغنيه بتاع المقدمه والنهايه بتاعتها صوفيه وليها سلسله طبعا قديم معروفه. انا بتكلم على فكره المسلسل نفسها، فكره المسلسل نفسها مش واخده الطريقه الصوفيه.